مساء الخير مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية. هكون مع حضراتكم على مدار هذه الفترة أنا لما جبريل. بعد قليل هنتكلم عن جهود الدولة ودورها في ضمان حق المسنين في حياة أكثر رفاهية وطمأنينة، كيفية أيضا ابتكار نماذج للخدمات المتكاملة للمسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وأهمية الرعاية النفسية وإعادة التأهيل النفسي لهم. هنناقش كل هذه الموضوعات مع ضيفي الكريم الدكتور ياسر سيف الدين، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين ببني سويف. الآن هنركز عن أو على إنجازات الدولة في تطوير المنظومة الصحية اللي تمت وفقا لأحدث المعايير والنظم العالمية، حيث شهد القطاع الصحي في مصر خلال عام 2022 العديد من الإنجازات المتميزة اللي تمت وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة اللي بتتبناها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي لبناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية. مثلا شهد عام 2022 تقديم الخدمة الطبية 1,263,098 مواطن من خلال المعهد القومي للسكر، وتقديم الخدمة الطبية 671,851 مواطن من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية. أيضا تم إجراء المسح السمعي 3,946,000 طفل حديثي الولادة، هذا بالإضافة إلى فحص 214,000 رضيع والكشف عن الأمراض الوراثية، وفحص 754,385 طالب وطالبة بالمجان. ده إلى جانب العديد الحقيقة والعديد من إنجازات التطوير اللي تمت في المنظومة الطبية واللي تمت وفقا لأحدث المعايير. هنناقش كل هذه الأرقام والإنجازات اللي تحققت على أرض الواقع مع ضيفتي الكريمة في الاستوديو بعد لحظات قليلة، دكتورة هالة صلاح أستاذة طب الأطفال وعميد طب قصر العيني السابق. خلونا في البداية نتابع هذا العرض المعلوماتي، ومن بعده نعود لبدء النقاش مع ضيفتي الكريمة. عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللي عندنا اللي هو محدودية القدرات. يعني أنا عندي مشكلة في النظام الصحي وما استهدف الفيروس سي بس، لسه النظام ما بيش قادر على أنه يستوعب ويدي كفاءة أداء جيد جدا في الخدمة الطبية، هو ما استهدف قائد من الانتظار. We'll be right back.
المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تخش على قضايا بعينها وتستهدفها عشان تخفف من ألام ومعاناة الناس، وأيضا عشان تخفف على النظام الصحي في مصر لغاية لما يبقى قادر. من حق الشعب المصري أن يفخر بتضحيات أبنائه الأوفياء من الأطقم الطبية والقائمين على المنظومة الصحية بالدولة. من جديد برحب بحضراتكم وبضيفتي الكريمة في الاستوديو دكتورة هالة صلاح، أستاذة طب الأطفال وعميد طب قصر العيني السابق. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. بما أننا يعني بنحاول ننقل حصاد عام 2022 في كافة القطاعات، خليني أسأل حضرتك منظور حضرتك لتطوير قطاع الطبي تحديدا الخاصة بطب الأطفال لهذا العام، وكانت إيه أبرز التحديات اللي يمكن تم التغلب عليها بشكل أو بآخر خلال هذا العام؟ هو عموما أمراض الأطفال بتنقسم لحاجات نقدر نمنعها بعد الولادة لأن بيبقى ليها تأثير بعد كده على حياة الطفل، وفي حاجات بقى زي بقت أكثر شيوعا في مجتمعنا زي السمنة والتقزم والأنيميا، ودي بعض المشكلات دي مزمنة بقى لها سنين طويلة وعمرنا ما خدنا لها مبادرة شاملة تقدر تغطي أكبر عدد ممكن من الأطفال لتحديد أسبابها وعلاجها. مشكلة الأطفال إن أي مرض سواء وراثي أو جاله مرض في مرحلة مبكرة من العمر تأثيره بيبقى على بعد كده والفترات أطول، وبيدي بيدخله في مرحلة تانية من الأمراض المزمنة لما يكبر. ميزة طب الأطفال إن لو حضرتك بدري قدرتي تحطي إيدك على المرض سواء وراثي معظم الأمراض الوراثية أو سواء بعد كده مرض تغذية سوء تغذية سيادة، أنت لما بتقدري تحدديه بدري بتوصلي لمرحلة تقدري تعالجيه بسهولة بدون ما يعمل تداعيات. نعم. يمكن الأطفال في 2022 كان ليهم الجانب كبير قوي من المبادرات الرئاسية، فشفنا مشروع التقزم والأنيميا. الأنيميا دي مشكلة مزمنة وبتنقسم للولاد اللي هم قبل سن المدرسة، وتاني بنرجع نشوفها في سن المدرسة من سن 6 ل 12 سنة. لو بصينا للأنيميا برغم أنها كلنا عارفين أن كتير من الأولاد عندهم أنيميا، بس الأنيميا تأثيرها على وظائف الطفل الذهنية. فالأم تقول لك ده بيتعب من المذاكرة، ما بيجمعش معايا، ما بيركز، ويطلع في الآخر السبب أن الهيموجلوبين واطي. فأنت لما بتصلحي الهيموجلوبين وتصليحه سهل وممكن، بس أنت لو عرفتيه حياته كلها هتتغير، أداؤه في المدرسة هيتغير، مذاكرته واستيعابه هيتغير. وهكذا احنا تحديدا في المبادره الرئاسيه اللي هي الكشف المبكر عن امراض الانيميا والسمنه والتقزم في المرحله الابتدائيه في 2022 تم فحص 754385 طالب في مختلف مدارس الجمهوريه، ودي يمكن المبادره اللي حضرتك اتكلمتي عنها بالظبط كده، وهي منتشره او الامراض دي منتشره ولكنها لم يتم اخذ المبادره ان احنا نكتشفها بدري بين الاطفال. لان الام بتبقى شايفه ابنها شكله طبيعي، هي مش حاسه قوي انه اختلاف لان حاجه تمت على فتره طويله هي مزمنه، وعاده الام بتبقى شايفه ان هي مش هتفاول على ابنها، بس انت لما بتنزلي بقى وبتعملي قياساتك غير بقى ان الفحص تم العدد ده، انت حضرتك بتقدري تطلعي نوع المرض ده عندنا في مجتمعنا المصري شكله ايه، اسبابه وعلاجه من بدري نقدر نعمله، تقدري توصلي العلاج للطفل ازاي. لان علاج الطفل بينقسم ان انت تبقي بتدوري على المرض، تشخصي المرض، تتاكدي من وجوده وبعدين يتعالج، دي سلسلة طويلة لازم تنتهي إن شاء الله إن الطفل يكون اتعالج. في من ضمن المبادرات أيضا يا دكتور كانت الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس والجامعة واللي داخلين الجامعة. إلى أي مدى دي كانت برضو مبادرة هامة جدا إنه الدولة كانت بتنزل للمدارس، لأنه الكبار إحنا عارفين في 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 خطوات هائلة تمت، يعني كانت تجربة فريدة مصرية الحقيقة في علاج فيروس سي في مصر، بس قد إيه هو هام بالنسبة لأيضا وموجود بين الفئة الشباب والأطفال؟ بالضبط، هو بدأنا بالأكثر شيوعا، هو كان الأكثر شيوعا في مرحلة الكبار واللي أكثر عرضة، وبعدين بتنزلي للأقل شيوعا علشان احنا عايزين نوصل لمجتمع خالي تماما، فما ينفعش نعالج الكبار ويفضل عندنا في الصغيرين.
والحقيقة تمت بصورة رائعة. دي ممكن داخلة في تاني سنة ليها. وحتى طلبة الجامعة لما كانوا بيجوا بيعملوا الكشف الطبي كنا بنعمل لهم سكرينينج، وبقى متوفر وبيتعمل بسهولة شديدة، وبنعمل كميات كبيرة جدا في اليوم الواحد، لأن وسيلة التحليل ليه بقت متقدمة قوي، يعني ما بقاش في صعوبة في ان احنا نعمله. هل الطفل لازم يشتكي من حاجة يا دكتور علشان نشك فيروس سي؟ لا خالص، غالبا ما بيشكيش من حاجة خالص. لا ده لو اشتكى بقى بقيتي في مرحلة متقدمة، مش هتقدري فعلا توصلي بالعلاج المطلوب ليه. طبعا احنا بنتكلم انه في 2022 تم فحص 1,200,000 طالب ضمن المبادره الرئاسيه للكشف عن فيروس سي. في ايضا الكثير من المبادرات اللي وضعت حديثا يا دكتور لحديثي الولاده. تمام. يمكن دي نقطه حضرتك كنت بتتكلمي فيها، انه كل ما الكشف كان مبكر كل ما العلاج كان اسهل بالنسبه للاطفال. بالظبط. بصي حضرتك، حديثي الولاده ده احنا بنقول عليه في اول شهر، وبنقول على من بعد الشهر الاولاني لحد سنه سنتين اللي هم التودلرز او اللي هم الرضع. المشكلة ان هو حتى لو مثلا عنده ضعف في السمع، ما احنا مش متخيلين انه بيسمع دلوقتي. انا مستنية بتبدأ الام تشتكي امتى؟ اما يعدي سن السنة او سنتين وما بيتكلمش، تقوم تكتشف ان المشكلة مش في الكلام، المشكلة في الاذن مثلا انه ما بيسمعش كويس. مشكلة النوع ده من الامراض ان كل ما بدأتي بدري، بصي حضرتك اصل الطفل اللي مولود ده انت بينمو الجهاز العصبي بتاعه في اول سنتين باقصى درجه نمو. فلو السمع متاثر يبقى معنى كده ان المركز اللي في المخ مش هيكتمل نموه. نيجي بعد سن السنتين لما نبدا نتدخل بقى، سواء نحط مثلا القوقعه، يبقى هو اعاده تاهيله طويل. يعني حتى دول اما بنزرع القوقعه ده موضوع مخلص، ده بيروح تخاطب وبيروح حاجات نفسيه، فعلاجه بيبقى مكلف جدا والنتائج ما بتبقاش مضمونة. الحقيقة يمكن مش دول كتيرة بتعمله، لأنه هو برضو ليه إجراءات طويلة، ولازم في الحضانات والأماكن الولادة في المستشفيات نبقى احنا بنعمل اختبار أولي، لو شكينا بنعمل الاختبار التاني اللي هو بيبقى محتاج إجراء أكتر من كده. فبس هي فكرة رائعة، لأن حضرتك هتقدري يتعالج من بدري، وصعوبة التعلم مش هتبقى موجودة، والأم هتبقى هل هو كشف دقيق أو مش عايزة أقول صعب بس دقيق؟ يعني هو الأولاني بيبقى السكرينينج ده، لو حصل شك إن إحنا قلقانين من السمع بيروح يعمل حاجة اسمها AVR، ده بيبقى نايم وبيتعمل زي كده رسم المخ، وهم بيقدروا يقولوا فعلا المشكلة فين. والحقيقة المبادرة دي ما وقفتش على كده، هي تم استكمالها بمبادرة زرع القوقعة، علشان تبقي كملتي الدايرة. شخصنا وعالجنا. احنا فيما يتعلق بإجراء المسح السمعي بنتكلم انه تم إجراء مسح سمعي في 2022 ل 3,946,000 طفل، وتحويل 466,000 طفل لإعادة الفحص. ايه اللي بيحصل في إعادة الفحص؟ يعني إيه هو بس الفحص؟ عايز إيه؟ هو بيعمل فحص أدق أكتر. الطفل لازم يكون نايم وهادي جدا علشان هي زي رسم المخ. فبتيجي الفحص بتعمليه مرة أو اتنين، لو اتطمنا بيتقاس بدقة علشان يزرع القوقعة ويبدأ نحنا نبدأ بقى معاه في التأهيل. هل مبادرة زي إعادة أو الكشف عن ضعف السمع دي بتبقى يعني بتتم بشكل بدون اجراءات روتين، بشكل روتيني في المستشفيات؟ سكريننج. بصي هي كده زي اللي بتعمل النقطه اللي بناخدها من الكعب علشان الغده الدرقيه، ده روتين سكريننج للكل. وده الاصعب، لان في بعض العائلات عندها امراض وراثيه في السمع، دول بيبقوا منتبهين وعارفين، ودول من لوحدهم بيروحوا يعملوا، دول مش فارقين معايا لان دول العيله عارفه ان عندها مشكله. المشكله في اللي احنا مش عارفينه وانه ظهر فجاه، فدول بيبقوا لازم كلهم يعني ما تعملي سكريننج كده. وحضرتك حتى لو السكريننج ده اتكلف، يعني ما هو ليه تكلفه، التكلفه دي لا توازي ان انا استنى لما اشخصه متاخر قوي وفي الاخر ما اقدرش اوصل بيه للعلاج المطلوب. هي مساله زراعه القوقعه دي بتتم هنا في مصر؟ طبعا بقالنا سنين طويله بنعملها. وهل هي عمليه مكلفه او دقيقه؟ دي متغطيه بالتامين الصحي تماما، والعلاج على نفقه الدوله، وحتى بتبقى في مراكز احنا عندنا في القصر العيني وفي معهد السمع والكلام، ودكاتره الانف والاذن هم اللي بيعملوها، وتم تدريبهم بقالهم فتره طويله عليها، وبتنعمل وبتنجح جدا، وبيعمل بقى جلسات تخاطب، وانت مع الوقت ما تبقيش قادره تميزي ان هو عنده اي مشكله.
في حضرتك ايضا اتكلمتي عن الامراض الوراثيه لدى الاطفال حديثي الولاده. احنا برضو في تم خلال 2022 فحص 214 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. إيه اللي بيحصل خلال هو أنت عادة بيبقى معروف مثلا مصر عندها حمى البحر أنيميا البحر الأبيض فأنت لو في عائلات عندها كده أو في تاريخ مرضي فبتبقى دي تدوري عليها من بدري وتقدري تشخصيها. في بعض الأمراض الوراثية التانية زي لخبطة في التمثيل الأيدي للأطفال، دي كانت تحاليلها غالية وما كانتش متوفرة وكنا يدوبك يعني عارفة بنعمل تحليل كده من بعيد قوي يقولك ده احتمال احتمال لا، انك بقى تخش تحددي انهي انزيم اللي ناقص وانهي حاجة في التفاعل اللي جوه البني آدم هي اللي فيها مشكلة وأدى عنها المرض ده الحقيقة مؤخرا بقى متوفر لمعظم الأمراض. في كتير بقى من الأمراض الوراثية ليها تشخيص بالجينات، بدأنا برضو عندنا في مراكز الجامعة وفي القصر العيني في المركز القومي للبحوث بدأوا عندنا يعملوا التحليل الجيني علشان يقدروا يحددوا بالظبط نوع المرض، لأنها بتبقى حزم كمان نقص يعني هي تفاعلات، فهل المجموعة دي والمجموعة دي تقدري بالظبط تحددي. الحقيقة التطور في العلم في الحتة دي على مستوى العالم سريع جدا وبدأوا فعلا يلاقوا علاج، ولو بدأتي من بدري بتوصلي لأحسن نتائج، ومع الوقت مع استعمال العلاج ده هيبدا يرخص لانه في اوله بيبقى غالي جدا، بس انت في الاخر في بني ادم هيعيش طبيعي، اسره هيبقى في وسطها طفل طبيعي. ايه اهميه الكشف المبكر تحديدا للامراض يا دكتور؟ لانه ده زي ما حضرتك ذكرتي ما كانش موجود، وبعدين بقى في طفره في مساله التحاليل الجينيه انه الى اي مدى انا اقدر اوصل فعلا انه هذا الشخص يعني وارد انه يصاب بمرض او او او, أو. وهل مازال مكلف؟ لانه التحليل الجينيه كنت اسمع في بدايه الامر ان هي كانت مكلفه. بصي اي حاجه في اولها بتبقى غاليه قوي ومع الوقت بالذات لما بتعمليها على نطاق اوسع فتكلفتها بتقل. لا طبعا قلت جدا، يعني احنا من 10 20 سنه كانت ارقام كبيره جدا ما تقدرش عليها اي حته يعني، بس مع الوقت بدات الامور تبقى سعرها معقول مع دعم الدوله طبعا، يعني لما الدوله تدخل في المواضيع دي. على فكره في كتير جدا من التحاليل كمان اللي حتى لما بتطلب وهي مش داخل المبادره بيتم دعمها فعلا، يعني بتحسي حضرتك ان الخدمه الطبيه فحتى في امراض مش داخله طبعا المبادرات غطت وكل مدى بتزود، حضرتك شايفه ان احنا سنه عن سنه بنزود، بس برضو وزاره الصحه بتقدم كتير جدا من التحاليل ومراكز البحثيه بتقدم كتير جدا، يا مدعومه يا اما بدون اي مقابل من المريض. هي الفكره بتبقى ايه؟ احنا لازم ما هو دي حته مساوي دي مكان كبير قوي اللي بتدوري فيه، فبيبقى الكلو عند حضرتك اول هتتصرفي ازاي. في تاريخ مرضي مش كويس، في لا قدر الله كذا طفل توفى قبل كده، في درجه قرابه قريبه قوي فانت بتبقي متوقعه ان الامراض المتنحيه تظهر، او احنا دلوقتي بدانا نحس ان بعض المناطق مثلا فيها بعض الامراض الوراثيه منتشره، فحضرتك بيبقى عندك خريطه بتبقي قادره تعرفي وبالتالي عليها بتصممي الـ 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 بس يا دكتور مهتم اسال حضرتك، حضرتك ذكرتي انه الامر ده بيتم بشكل روتيني واحنا لغايه دلوقتي بنتكلم في اعداد مواليد عاليه جدا، يعني بغض النظر عن اتفاق او رفض ذلك، يعني ف الى اي مدى في تدريب في كل مستشفيات الجمهوريه انه مع المولود انا بعمل تحاليل 1 2 3 دي ضمن مبادرات الدوله؟ بصي يعني حضرتك اي حته في العالم في نوعين من التحاليل، السكريننج اللي هو انا وده اقدر اعمله وبدرب عليه ويبقى متوفر في كل الاماكن اللي فيها ولادات، وفي حاجات تانية ادفانسد شويه متقدمه اكتر، لما اشك لازم احوله للسنتر الاكبر وما ينفعش ان كله يبقى عنده كل حاجه، ده مكلف جدا، لان في فرق ان حضرتك بتجمعي 100 طفل تعملي التحليل او بتجمعي 5 5، فهي الفكره ان انت بتسكرين او لما بتشكي بتحوليه للسنتر الاكبر اللي هو بيقدر يعمل اعداد كبيره ويرجع بالتحليل اللي من المكان اللي متحول. واعتقد انه اهتمام الدوله بالاطفال يمكن يكون ليه تكلفه بشكل او باخر ولكنه مهم جدا لاقل تكلفه في المستقبل والحياه الصحيه بالنسبه للمواطنين المصريين. هي قاعده في الطب، الوقايه خير من العلاج، خير من العلاج ماديا، حياه بني ادم، اداؤه، مهمته، لان احنا زي ما بنقول طالما في اطفال يبقى انا من مصلحتي كدوله انه يطلع بصحته، نعم، عشان يبقى عضو عامل وعشان يشتغل
وعشان يدرسوا عشان يعمل، لان الامراض انت حياتك مش متخيله لو اسره فيها طفل عنده مرض وراثي بيبقى حاله الاسره كلها متلخبطه. طبعا طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة على وجودك معنا، دكتوره هاله صلاح استاذه طب الاطفال وعميد طب قصر العيني السابق. فاصل قصير اكون في انتظار حضرتكم. تمام. من جديد برحب بحضراتكم. دعم متواصل تقدمه الدولة لكبار السن على مدار السنوات الماضية، بالرغم من أن فئة كبار السن عادة للأسف الشديد ما تسقط من الذاكرة في معظم الأحيان في مجتمعاتنا، فيتم إهمالها أو عدم الاهتمام باحتياجاتهم في هذه المرحلة من رعاية وتسهيلات في الحياة اليومية تساعدهم بشكل أو بآخر على ممارسة الأنشطة واليوم بشكل طبيعي. لكن في الحقيقة الدولة المصرية لا تترك فرصة إلا وتقوم بأي إجراء جديد لتحسين حياة كبار السن، حيث لم تسقط تلك الفئة من ذاكرتها. أيضا الدولة المصرية أنشأت منذ ما يقرب من 6 سنوات أول معهد قومي لعلوم المسنين بجامعة بني سويف، ليكون مركز قومي وإقليمي ودولي متميز في مجال بحوث المسنين وخدماتهم. معنا في الاستوديو الآن الأستاذ الدكتور ياسر سيف الدين عميد المعهد القومي لعلوم المسنين ببني سويف، لنلقي مزيد من الضوء حول ما تقدمه الدولة لكبار السن. يا دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر دكتور رصد عدد كبار السن، احنا بنتكلم عن 6,900,000 في 2022، منهم 3,700,000 من الذكور و 3,200,000 من الإناث. ايه أوجه دعم الدولة المصرية لهذه الفئة؟ خلينا نقول بس بعض الأرقام القديمة. يعني تعداد السكان هو تقريبا متواصل في هذه الفترات، بس كان نسبة المسنين اللي هم فوق سن 60 حوالي زي 7% في الفترات السنين اللي فاتت من سنة 2000 لغاية دلوقتي، بيزيد طبعا العدد بهذا الشكل عشان طبعا الرعاية الصحية والحاجة أفضل. لو جينا قلنا أن متوسط العمر في سنة 52 كان 49 سنة، دلوقتي متوسط العمر سنة 2022 72 للذكور و 74 للإناث. فعشان بس يبان الفرق ما بين الايه سنة 52 وسنة 22. فدي احدى الحاجات اللي هي الخدمات اللي هي بتقدم لي. هو المتوسط العالمي قد ايه دكتور؟ لا بيختلف من دوله لدوله. يعني امريكا 82 83 واليابان في هذا الشكل. فاحنا يعني بقيت افريقيا في الاربعينات ما زالوا يعني. فعلا نسبه متدنيه. كنت بسال حضرتك عن اوجه الدعم اللي الدوله بتقدمها لهذه الفئة. هو دعم طبي، دعم صحي، دعم اجتماعي، دعم نفسي، دعم يعني في جميع الاوجه. وعشان كده المستوى الخدمات الصحيه والتقدم الطبي اللي حصل هو ده اللي خلى متوسط العمر بتاع الانسان تزيد. من ضمن الجهود ورعاية كبار السن أو المسنين في مصر، عم نتكلم من مؤسسات رعاية المسنين وصل 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية. هو بالضبط 168 دار للمسن. دار زيادة ما أنا بقول لحضرتك 168 دار مسن بس. وفي 194 نادي للمسنين اللي هي النوادي اليومية الناس تقضي فيها اليوم وترجع. زائد ان بعض النوادي اللي في القاهره وفي الاقاليم بيقدموا خدمه للمسنين ان هم يدخلوهم خدمات يعني نهاريه مجانيه، يقضوا ايام يعني يقضوا اوقات في النوادي اللي هي الرياضيه والحاجات اللي زي كده. وفي كمان جمعيات بتقدم خدمات للمسنين وليس دور بس المسنين. فيعني الموضوع مش مقتصر على المؤسسات او دار المسنين بالظبط. هو ممكن حد يتواصل مع حضراتكم عشان يبقى جزء من مؤسسة أو من نادي مسنين؟ احنا كمعهد دراسات علوم المسنين الشق بتاعنا معهد بحثي دراسات عليا بعد مرحلة البكالوريوس، إنما بنتواصل مع وزارة التضامن ومع الجهات المختلفة عشان نقدم أي خدمات احنا بنحاول إن احنا نعملها. طب أنا عايزة ألقي ضوء أكتر على الخدمات أو البحوث والتخصصات اللي المعهد القومي لعلوم المسنين لكبار السن بيقدمها، إذا كان للوزارة أو المؤسسات المهتمة والمعنية بهذه الفئة.
أولا معهد دراسات علوم المسنين هو يعتبر أول معهد قومي أو معهد دراسات علوم المسنين في مصر رقم واحد، في الشرق الأوسط رقم واحد، في أفريقيا رقم واحد، هو المعهد الوحيد حاليا. جاري إنشاء معهد اسمه معهد طب ودراسات المسنين في ليبيا تحت الإنشاء حاليا عشان يبقى تاني واحد في أفريقيا والميدل إيست. إنما في العالم كله في 189 معهد في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. إيه آخر التقارير اللي تواصلتوا بيها مع الدولة يا دكتور لحياة أفضل أو لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمسنين؟ إحنا عاملين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن. إحنا لينا الإشراف كمعهد الإشراف الأكاديمي على البرنامج اسمه رفيق المسن، كان سابقا اسمه جليس المسن بس عدلنا الاسم إلى رفيق المسن. والبرنامج بتاع رفيق المسن ده في سنة 2019 عن طريق الشراكة مع ثلاث جمعيات تقدم حوالي 3600 واحد يشتغلوا في هذه الخدمة. تم تنقيه وفحص حوالي 150 واحد، وال150 واحد اخذوا الدوره بتاعه رفيق المسن وتخرجوا فيها في اليوم العالمي للمسنين. الكلام ده في اخر 2019. تمام. طبعا في 2020 بدانا، كان المفروض هنعمل دورات تانية بالشراكه مع هذه الجمعيات ومع اضافه جمعيات اخرى، بس ظروف الكورونا كوفيد. مع الكوفيد واللي حصل يعني قلل هذه الحاجات دي. احدى الحاجات اللي هي موجوده عندنا كمعهد علوم المسنين حتى الآن خرجنا حوالي 118 طالب واخدين دبلوم علوم المسنين مختلفة في تخصصات مختلفة، واخدين يعني الدراسة عندنا بتبقى في دبلومات بتبقى سنة، في دبلومات بتبقى سنتين، وفي عندنا كان في دراسة قديمة في اتنين حصلوا على الدكتوراه من عندنا من المعهد. خليني أسأل حضرتك، إيه اللي كان بينقص هذه الفئة واهتمت الدولة في المرحلة الأخيرة بتوفيره لها؟ هو الدراسات بتاعت علوم المسنين لما يبقى عندي ناس عندها التخصصات بينية أو تخصصات سبسبيشاليتيز، يعني تخصص دقيق في التخصص بتاعه، يعني مثلا لما يكون في الطب يبقى عندي طب مسنين، لما يكون عندي في التمريض تمريض مسنين، لما يكون عندي علاج طبيعي علاج طبيعي للمسنين، لما يكون عندي علاج وظيفي، دي حاجه جديده مش موجوده في مصر اسمها العلاج الوظيفي للمسنين، لما يكون عندي تغذيه للمسنين، لما يكون عندي تربيه رياضيه للمسنين، لما يكون عندي فنون مسنين، لما يكون عندي هندسه مسنين، لما يكون عندي الطب التجميلي للمسنين، لما يكون عندي اقتصاديات المسنين، لما يكون عندي حقوق وواجبات المسنين، كل دي تخصصات دقيقه صغيره الدوله اهتمت بوجودها بتهتمت بوجودها. احنا البرامج او برامج الحمايه الاجتماعيه الممنوحه للمسنين، يعني احنا عندنا برامج المعاشات، في برامج رد الجميل، في حزم متنوعه الحقيقه بتقدمها الدوله لفئه كبار السن. ايه اهميه هذه البرامج للمسنين وحتى من ناحيه السلام النفسي والاجتماعي؟ احنا هدفنا في الاول وفي الاخر الحياه، يعني المسن ده كبر في السن قدم خدمات للدوله، والدوله بتهتم بيه في الفتره الاخيره ان هي توفر له حياه كريمه. هو ده اهتمام الدوله. ايه اوجه الحياه الكريمه من خلال البحوث اللي حضرتكم من خلال البحوث؟ احنا شغالين كمعهد مسنين على الفئه بتاعه المسنين، بنعمل بحوث بينيه ما بين الاقسام المختلفه، اخرهم بحث كان عن السقوط وده اتعمل بالشراكه مع الجامعه الامريكيه وجاري النشر بتاعه حاليا. السقوط الفول يعني انا فهمت يعني الى اي مدى ده مهم بالنسبه للمسنين؟ ده مهم ان الانسان اللي هو كبير في السن عنده قابليه ان هو يسقط، يكعبل في السجاده، يكعبل في حاجات زي كده. فايه العوامل اللي هي بتاثر على السقوط بتاعه؟ نسبه حدوث الاصابات في السقوط، ازاي ان احنا نهيئ له البيئه بتاعته عشان نقلل حدوث السقوط في المجتمع بتاعنا. ايه الدعم اللي حضراتكم بتقدموه للحكومه فيما يتعلق بالتوسع مثلا في برامج الحمايه الاجتماعيه المقدمه للمسنين؟ هو احنا واعضاء التدريس في الجامعه بتاعت بني سويف، مش بس في معهد المسنين، من خلال وزاره التضامن بنشترك معاهم في حط البرامج وحط الاهداف اللي هي التعليمية اللي هتبقى للناس المقدمين الخدمة بتوع المسن.
في مع حضراتكم طرق عمل مع المجتمع المدني في هذا الإطار برضو وتعاونهم مع المسلمين؟ احنا اشتركنا مع ثلاث جمعيات وبنقدم دلوقتي بنحضر دورة جديدة لدورة اسمها رفيق المسن. هذه هنأهل فيها حوالي زي 50 واحد يشتغلوا. الخارجين دول هيشتغلوا إما في دار المسنين يا إما هيشتغل مع الجمعيات عشان تقدم خدمة رفيق المسن في المنازل من خلال الجمعيات. الرفيق المسن دي بيبقى تدريب طبي يعني يا دكتور؟ يعني لا، تدريب تمريض أو تمريض وعلم نفس وعلم اجتماع وتغذية وعلم نفس للتعامل مع المريض مع من جميع أوجه. أخيرا يا دكتور، إيه رؤية حضرتك في تمكين كبار السن في الحياة، يعني الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم وأهمية ده من ناحية نفسية ليهم؟ لأنه إحنا مؤخرا بدأنا نشوف أنه في المدن الجديدة اللي بتنشأ في الدولة المصرية بقى فيه اهتمام حتى في مسألة الطرق، تسهيل الحياة اليومية بالنسبة للمسنين أو هذا العمر، هذه الفئة يعني. هو الحقيقة تمكين المسنين هنا في الدولة شفناه مش بس في المدن الجديدة، شفناه في المترو في القطارات بيتعمل لهم تخفيضات وفي ليهم كمان كروت ذهبية في اللي هو فوق سنة يمكن 70 بياخد تذاكر مجانية وحاجات زي كده. مش بس شفناها في المدن الجديدة، لا شفناها في بعض المدن. أنا كنت أقصد أكتر في المدن الجديدة من ناحية دكتور الطرق سهولة التحرك والتنقل يعني بنفسه. دلوقتي معظم الجهات الحكومية بدأت أن يبقى فيه رامبات عشان كبار السن والمعاقين. يعني كبار السن مش كلهم معاقين، بس محتاج سلم قليل، محتاج ان هو يطلع على رامب احسن ما هو يطلع على سلم عالي. الارصفه ما بتبقاش عاليه جدا، يعني دي الحاجات اللي احنا شفناها في بعض المدن الجديده اللي هي معموله في البلد. ايه ابرز التحديات اللي ما زالت قائمه بالنسبه لهذه؟ التحديات طبعا عندنا تعداد السكان بيزيد، لسه الناس مش واخدة بالها من كبار السن. عايزين يعني الاستخدام الأمثل لكبار السن، لأن دول عندهم الخبرة اللي بقالها على الأقل 30-40 سنة، لازم نحن نستخدمهم في الشغل معانا ونستعين بيهم في مجالات تخصص في العمل. حضرتك تقصد ان يبقى ليهم نسبه مشاركه في العمل حتى لو بساعات عمل اقل؟ بالزبط. او من خلال المراسله يرجعوا يساعدوا تاني او يرجعوا ان هم استشاريين في المواقع بتاعتهم. دي ليها خبره كبيره، وانا شفت واحده عندها 90 سنه قاعده في مستشفى في الريسبشن في انجلترا ما زالت بتقدم الخدمه بتاعتها حتى هذه اللحظه، بتروح يومين في الاسبوع بس شغلها ماشي زي الساعه، من 8:30 تظبط الساعة تلاقي نازلة من التاكسي داخلة تقضي وقتها لغاية لما تخلص الساعة 5 وتروح، وهي بتيجي يومين في الأسبوع وده شغلها بتقضيه بقاله من ساعة ما توظفت مثلا. حضرتك بتشجع على ده في المؤسسات؟ طبعا بشجع أن كل المؤسسات تستعين بكبار السن، لأن احنا مش بس أن هو يطلع معاش، لا احنا محتاجين خبرته. دي نقطة أعتقد مهمة جدا، يعني حتى لو زي ما حضرتك ذكرت عدد ساعات أقل أو أيام أقل، ولكن كاستشاريين دي حاجة مهمة. على الأقل يوم في الأسبوع هيبقى استشاري لكل الصغيرين اللي شغالين. هل في احتياج لمؤسسات رعاية المسنين لأرقام أعلى، ولا الرقم الحالي كافي؟ احنا عندنا جمعيات بتقدم خدمة للمسنين، دول عددهم كبير، وفي أكبر جمعيتين عندنا في القاهرة، منهم جمعية فيها ليها 22 فرع، وفي جمعية تانية اللي أنا عضو مجلس إدارة فيها، دي في عندنا 8200 عضو مسن بيشتغلوا معنا في خدمة رعاية المسنين. أنا أخيرا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت سنة حضرتك بألف خير يا دكتور. ضيفي الكريمة الأستاذة الدكتور ياسر سيف الدين، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين ببني سويف. أخيرا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. شكرا.